أكير وأهل رد وأهل غجر وأهل مزح وخبرة يبتع ويشتري هذا قحم في مدواب وفي محمر وأنتم بالكرامة. وهذا اليوم قد روح وكل حاجة قد هلا بسطة قد حطوا لهم غدا ومشاه ومقهوة وقد هلا قهوة إلا وابنه قد ترى ولد شباب قال له يا أبا أقول لك أنا تراني سمعتها والدتي وأنت تقول إنك كنت تزوجني عند عمي وأنا يا جماعة الخطر إني مجاملة أنا ما تعجبني ولا أبغى واحد منكم يختار لي أنا أختار شريكة حياتي لأني أنا متعلم وكذا وجيل أكون هذا كالأول جيل تعبان خلاص قد راح جهل وأنا ذحين المهمة ما أبغى إلا والله واحدة على مزاجي وعلى كيفي. قال له طيب ناهل هل نسلم قد إحنا بنمشي رايا أبوك ما عاد تلحقنا تقول بويا زوجني ولا والدتي زوجني خلاص أنت على راحتك على راحتك وما هو تشاه كيف صفتها وكيف وكذا وكذا. قال له أبغى واحدة بيضة وطويلة ومدة ونخرتها وخدودها وكذا. قال له والله يا في السوق الربع يا تحصلهم بلاش ورخيصين الوحدة تبع عليها 4 ذراع وتعدل فوقها إن شئت بيض وإن شئت ما هو بسيط بسيط لا لا طلبك بسيط وغضيبك أنا وتنقالك أنت واحدة على كيفك. قال له والله هذه اللي أنا دول لي يا بخانس الله يرضى عليك دحين كأنك زوجتني. قال له لا لا أبشر والله أنا معك وأروح بك حتى هناك والله يا شيء من هذا البيض والوحدة مدة ورقبتها فيال يعني. إنك ذهب عليها 4 وتعدل زيدة تتعدل يعني تركب على جنب بعد ما تحمل المذرعة ظل تشقر رجلك على جنب مثلها كذا جلسة تعلم. وهذا قال له يا أبا والله هذا هو الكلام هذا هو مطلوب هذا هو. قال له خلاص إن شاء الله يوم الربع إذا ربي عافانا ذا الوعد الميجي أبرهبك معايا وتنقل كم اللي أطول زيدة طويلة اللي تراها وأبشر وانفلس علي أنا مي عليك. خلها ركبه خيمر على نيته وتوكل.